السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بيكم. معاكم مستر خليل الليثي، ماث تيتشر. احنا بدأنا الحلقة اللي فاتت منهج الكالكولس، وعملنا ريفيجن ازاي نجيب الديريفاتيف لأي برودكت اوف تو فانكشنز، وازاي نجيب ديريفاتيف لو انا عندي برضو فراكشن، ازاي اقدر اجيب الديريفاتيف بسهولة. النهاردة ان شاء الله هنخش في المنهج بتاعنا اللي هو الديريفاتيف اوف ذا تريجنومتريك فانكشن. احنا السنة اللي فاتت خدنا ازاي نجيب الديريفاتيف لو انا عندي ساين او كوساين او تان. طبعا احنا قلنا الديريفاتيف اوف ساين، برافو عليك، رد عليا كده، ايكوالز ايه؟ كوساين اكس. تمام، ديريفاتيف الكوساين نيجاتيف ساين، ديريفاتيف التان سيك سكوير. جميل قوي. طبعا السنة دي بقى هنكمل، احنا طبعا عندنا في 6 تريك فانكشنز اللي هم الساين والكوساين والتان، دول جبنا لهم الديريفاتيف السنة اللي فاتت. السنة دي بقى ان شاء الله هنجيب الديريفاتيف للسيك والكوسيك والكوتان. قبل ما نشتغل في الديريفاتيف للسيك والكوسيك والكوتان، خلي بالكوا كده، انا هعمل لكم حاجه سهله جدا تسهل الموضوع عليك ويبقى الموضوع سهل جدا وانت بتشتغل. بص كده للتو ترينجلز اللي فوق دول، اللي انا عاملهم دول، في ترينجل للتان وفي ترينجل للكوتان. ترينجل للتان في بلس 6 سيك، سيك اكس سيك اكس. طب ترينجل للكوتان في نيجاتيف كوسيك اكس وكوسيك اكس. يعني لو انا عايز اجيب الديريفاتيف للتان من هنا يا اولاد، اعمل مالتي بلاي سيك باي سيك، يبقى سيك باور 2، يبقى ديريفاتيف التان سيك سكوير. طب لو عايز اجيب ديريفاتيف السيك، اعمل مالتبلاي للاذر تو فانكشنز دول، يعني سيك تان على طول ترينجل التاني. لو عايز اجيب ديريفاتيف الكوتان وانت نازل خد النيجاتيف معاك، يبقى نيجاتيف كوسيك في كوسيك، يعني كوسيك سكوير. طب ديريفاتيف الكوسيك يبقى نيجاتيف كوسيك كوتان. جميل، نبص كده، عايز اجيب ديريفاتيف السيك، يلا تاني هبص على الترينجل، ديريفاتيف السيك يبقى سيك تان. جميل جدا. طب عايز اجيب ديريفاتيف الكوسيك، بص هنا، تقول لي نيجاتيف كوسيك كوتان. جميل. طب لو عايز اجيب ديريفاتيف الكوتان، يبقى نيجاتيف كوسيك في كوسيك، يبقى كوسيك سكوير، وتحط النيجاتيف معاك. خلي بالك انت عندك 3 فانكشنز اولهم سي، عندك كوساين، عندك كوسيك، عندك كوتان. الديريفاتيف للثلاثه تبدا بالنيجاتيف، يعني ديريفاتيف الكوساين نيجاتيف ساين، ديريفاتيف الكوسيك نيجاتيف كوسيك كوتان، ديريفاتيف الكوتان نيجاتيف كوسيك سكوير. يبقى لما يقابلك اي واحده من الثلاثه حط النيجاتيف في الاول قبل ما تجيب الديريفاتيف. جميل. عايز اجيب دي واي دي اكس ل 3 اكس باور 5 بلس 4 كوتان اكس. اول حاجه نعمل ايه؟ حط التو ترينجلز قدامك زي ما اتفقنا. يلا، ديريفاتيف 3 اكس باور 5، اسمع، برافو عليك، 15 اكس باور 4. جميل. طب ديريفاتيف الكوتان، هبص على الترينجل يا مستر زي ما قلت لي، وانا نازل اخد النيجاتيف معايا، يبقى نيجاتيف كوسيك سكوير، يبقى 15 اكس باور 4 ماينس ال 4 تنزل زي ما هي، حط كوسيك سكوير على طول. اكزامبل تاني، 3 سيك اكس ماينس 5 تان اكس. مين يجيب الديريفاتيف بتاع السيك يا ولاد؟ برافو عليك، هنبص فوق هنا، ديريفاتيف السيك خد الاثنين التانيين، يبقى سيك تان، يبقى 3 سيك اكس تان اكس ماينس 5. طب ديريفاتيف التان، بص لي هنا، اعمل برودكت على طول، سيك في سيك يبقى سيك سكوير. تمام كده؟ تمام، برافو. واحده كمان، واي ايكوالز اكس باور 3 كوسيك اكس. خلي بالك دي مش فانكشن واحده، ده برودكت اوف تو فانكشنز، اكس باور 3 لوحدها والكوسيك لوحدها. ما حدش يقول لي بقى يا اولاد اجيب ديريفاتيف الاكس باور 3 لوحدها وديريفاتيف الكوسيك لوحدها. احنا خدنا الرول الحلقه اللي فاتت، قلنا ايه؟ قلنا نجيب ديف الاولى في الثانيه بلس ديف الثانيه في الاولى. طب ديف الاولى اللي هي 3 اكس سكوير في الثانيه نزلها زي ما هي. بعد كده المفروض في بلس ديريفاتيف الكوسيك، بص لي هنا، اللي هي نيجاتيف كوسيك كوتان، وتحط الاولى زي ما هي. خلص المساله. في ناس ساعات بتحط ماينس وتكتب الاكس باور 3 الاول وبعد كده كوسيك كوتان، مفيش مشكله، الاثنين صح. ناخد اكزامبل. طب لو عندي فراكشن بقى نعمل ايه؟ انت قلت لنا يا مستر الاول نحط التو ترينجلز قدامنا. جميل، قلنا نعمل فراكشن لاين كبير لو فاكرين. هنحط الدينومينيتور ده ايا كان هو ايه، باور 2، واجيب ديف اللي فوق في اللي تحت ماينس ديف اللي تحت في اللي فوق، ديف اب في داون ماينس ديف داون في اب. طب ديف اب بالراحه كده في 1، الديريفاتيف في 0 مش عايزينه. ها، ديريفاتيف الكوتان، بصوا لي هنا على الكوتان اللي هي نيجاتيف كوسيك سكوير، وفي نيجاتيف هنا يبقى بوزيتيف على طول، يبقى ده ديريفاتيف اب. حط داون زي ما هو في براكت. المفروض بعد كده في ماينس ديريفاتيف داون، طبعا ديريفاتيف ال 1 ب 0، ديريفاتيف الكوتان بنيجاتيف كوسيك سكوير، وفي عندي نيجاتيف فوق زي ما قلنا في الرول، يبقى بلس، نحط هنا بوزيتيف كوسيك سكوير ونحط 1 ماينس كوتان اكس زي ما هو. يبقى انا عملت ديف اب في داون ماينس ديف داون في اب. فاضل ايه؟ اعمل سمبليفاي، دخل لي الكوسيك سكوير على البراكت، كوسيك سكوير في 1 تنزل كوسيك سكوير، كوسيك سكوير في كوتان بكوسيك سكوير كوتان،
برضو هنا كوسك سكوير في 1 بكوسك سكوير ماينس كوسك سكوير كوتان اكس. في سمبليفاي هكنسل طبعا الكوتان كوسك سكوير مع كوتان كوسك سكوير، هيبقى عندك كوسك سكوير وكوسك سكوير يبقى 2 كوسك سكوير اوفر 1 بلس كوتان اكس اول باور 2. ناخد اكزامبل تاني سيك 5 اكس بلس 3. لما تجيب خلي بالك ان الانجل هنا مش اكس، لما تبقى الانجل براكت تجيب ديريفاتيف البراكت الاول عشان تبقى سهله بالنسبه لك وما تلخبطش نفسك. فانا هجيب دايما ديريفاتيف الانجل الاول اللي هي الانجل فيرست. طب الانجل هنا 5 اكس بلس 2 الديريفاتيف بتاعها ايه؟ 5. جميل. طب وديريفاتيف السك؟ رد عليا بقى، سكتان. تمام، يبقى نحط 5 سكتان وحط الانجل زي ما هي ايا كانت الانجل دي في براكت. اكزامبل تاني كوتان كوساين 3 اكس. تقول لي يا مستر الانجل هنا شكلها وحش قوي اللي هي كوساين 3 اكس، هنعمل ايه؟ تعال نجيب ديريفاتيف الانجل الاول، الغي الكوتان دي دلوقتي. لما نيجي نجيب ديريفاتيف الكوساين 3 اكس فيها انجل هنا 3 اكس، نجيب لها الديريفاتيف برضه تاني الاول، طول بالك معايا. فديريفاتيف 3 اكس تبقى 3، وديريفاتيف الكوساين نيجاتيف ساين يبقى نيجاتيف 3 ساين 3 اكس اهي. فاضل ايه بقى؟ ما جبنالوش الديريفاتيف، ديريفاتيف الكوتان اللي هي نيجاتيف كوسيك سكوير. طبعا نيجاتيف باي نيجاتيف هيبقى بوزيتيف، ممكن تعمل سمبليفاي وتطير النيجاتيف دي خالص. طب واحده كمان عشان نفهم، ساين كوسيك 3 اكس سكوير هنجيب ديريفاتيف الانجل الاول يا مستر ازاي؟ ال 3 اكس سكوير الديريفاتيف بتاعها 6 اكس، جميل. وديريفاتيف الكوسيك نيجاتيف كوسيك كوتان، حط التو ترينجلز قدام عينيك ما يغيبوش عنك ابدا. تمام، ده كله ديريفاتيف الانجل يا اولاد اللي هي 6 اكس، وديريفاتيف الكوسيك نيجاتيف كوسيك ها كوتان، جميل. وديريفاتيف الساين طبعا حطها زي ما هي كوساين الانجل. تمام، اعمل بقى نيجاتيف 6 الاول، هنا دي نيجاتيف 6 يا اولاد، دي نيجاتيف 6. تمام، نيجاتيف 6 هنا. تمام، وطبعا هتحط طبعا البراكت زي ما هو، وكده احنا طلعنا الانسر بتاعتنا. طب كوسيك سكوير 1 بلس 3 اكس سكوير، لما تجي لك حاجه زي دي نصيحه، شيل الباور ده وخليها كلها اول باور 2، يعني عيد كتابتها تاني اهو، الغي ال 2 ده اهي وخليها كلها كده اول باور 2. ليه؟ كده بقت سهله عليا، لما اجيب الديريفاتيف هنزل بال 2 كوسيك 1 بلس 3 اكس سكوير وماينس 1 من الباور، هننزل الباور وماينس منه 1 تايمز الديريفاتيف اللي جوه البراكت. الديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هو هيبقى ايه بقى؟ خلي بالك معايا، اللي جوه البراكت ده عباره عن كوسك الانجل دي كلها. هجيب ديريفاتيف الانجل الاول اللي هي 6 اكس، وديريفاتيف الكوسك نيجاتيف كوسك كوتان، وحط الانجل طبعا زي ما هي، وبعدين نعمل سمبليفاي ال 2 تايمز 6 اكس في نيجاتيف يعني نيجاتيف 12 اكس، وحط الكوسك طبعا 1 بلس 3 اكس سكوير، وبعدين تحط لي كوسك 1 بلس 3 اكس سكوير في كوتان 1 بلس 3 اكس سكوير زي ما هي. واحدة كمان 3 ماينس 2 كوتان اكس اول باور 3، هننزل 3 وتماينس 1 من الباور. طب لما ماينس 1 من الباور تايمز الديريفاتيف اللي جوه البراكت، طب ديريفاتيف الكوتان بنيجاتيف كوسيك سكوير وفي نيجاتيف يبقى بوزيتيف كوسيك سكوير. تمام كده؟ كده احنا خلاص خلصنا الحلقة التانية. لو في أي استفسار أو أي حاجة ناقصة بالنسبة لكم مش مفهومة، سيب طبعا تعليق او سيب الاستفسار اللي انت عايزه، وان شاء الله ارد عليك باذن الله في الحلقه الجايه. تمنياتي ان شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.